أنا كنت عم أقول لحالي إنه إيه؟ أحكي عم بسمعك. أنا بدي نروح على شهر العسل هالفترة، شو رأيك؟ كيف؟ عيدي ما سمعت، شو قلتي بهي الثانية؟ لا لا لحظة، شو قلتي؟ شهر العسل. كيف؟ عيدي؟ شهر العسل. سكتي لبقى تعيدي هاي الكلمة، شهر عسل؟ شو هالقرف هاد؟ قال شهر عسل. ليك اسمع، شو لا تفكر هيك ابدا، وقت لحالي على الروحه معك. ايه بس عيلتك عم تصر علينا ورح يخترعوا لنا كل يوم مشكله مشان هي القصه، لهيك انا كنت عم فكر انه نروح على شهر العسل ونخلص. يعني لهيك بدنا نروح؟ ايه تمام. ايه طيب خلص رح نروح. ايه جميع حلقات هذا المسلسل متوفره على وياك مجانا وبجوده عاليه.